Just when we all thought newspapers around the world were in danger, danger itself takes on a new meaning after a closer look at the state of journalism in Iraq. Today we present an interview with Hassan Fadhel Allah AL-Hussainy, the editor of the Rayat Al-Arab newspaper in Baghdad. This report comes from our colleagues that are live in Baghdad, who would really greatly appreciate your support for their own very dangerous and courageous independent coverage of life in Iraq. حسن فضل الله الحسيني من أوائل المؤسسين لجريدة راية العرب اللي صدرت في نهاية 2003 وأستاذ جامعي في الجامعة التكنولوجية. توجه الجريدة هل هو يعني ينتمي إلى طائفة أو حزبية أو جهة ما أم هي جريدة يعني مستقلة؟ والله إذا نظرنا إلى الجريدة عموما جريدة هي قومية ولكن تنشر جميع الأفكار وتقبل الرأي والرأي الآخر ونشر بها كتاب من مختلف الأحزاب من الحزب الشيوعي من الأخوان من الأحزاب الكردية ينشرون بها حوادث اللي حصلت هل أكو حوادث حصلت للجريدة نفسها أو لأحد العاملين في الجريدة أو لأحد الصحفيين حوادث يعني برايفت الخصوصية بالجريدة وإلى حوادث عامة حضرتك يعني مسامة بها والله احنا في جريدة راية العرب حقيقة فقدنا زميل عزيز علينا الدكتور سعد شلاش وهو من الهيئة الإدارية للجريدة تم اغتياله وكان هناك مراسلين إن الجريدة أيضا تم اغتياله كما تم اغتيال كثير من المراسلين في الصحف العراقية وكثير من الصحفيين أي تاريخ تم اغتيال الدكتور سعد شلاش؟ الدكتور سعد شلاش تم اغتياله في شهر تشرين الثاني 2006 تم اغتياله هو وزوجته يعني في بيتهم. صحفي اعتقل من قبل قوات عراقية قبل قوات أمريكية ما عندك معارف يعني اعتقل لأنه صحفي مثلا أو قتل على يد القوات الأمريكية لأنه صحفي. والله أنا الأسماء يعني ما تحضرني بس كثير هم أغلب الصحفيين يعني أنتم جنابك تعرف المراسلين الجزيرة ومراسلين العربية و وصحفيين بالعراق اقتيلوا على يد قوات الاحتلال او على يد فرق الموت او على يد التكفيريين جمعية الصحافة صحفيين العراقيين هي من الجمعيات التي لها باع قوي في الصحافة وحماية الصحفيين وتوفير ما هو ملزم للصحافة العراقية وقد افتتحت بعد سنة من احتلال بغداد ولا على لا على سبيل النظر في التاريخ بس اعتقد مره سنه من بعد الاحتلال افتتحت جمعيه الصحافه العراقيين هل توفر هذه الجمعيه الحمايه اللازمه التي يحتاجها الصحفيين او توفر ما هو مطلوب من قبلها من قبل الصحفيين والله استاذ يعني هي جمعيه الصحفيين لا تستطيع ان تحمي نفسها فكيف تستطيع ان تحمي الصحفيين يعني قوات الاحتلال والحرس الوطني دهموا نقابة الصحفيين وعملوا بها ما عملوا هل توجد رقابات على الصحف حاليا رقابة محلية؟ لا أعتقد توجد رقابة الصحافة منفلتة الآن في العراق لأن الحكومة لا تستطيع أن تراقب أي شيء لكن الآن يعني الرقابة أنا يعني في رأيي أنه فقط
مفرغة إلى الفضائيات. لا أعتقد أنه هناك رقابة على الصحف، لأنه الصحف أولا الآن قليلا ما تقرأ، وذلك بسبب انقطاع الطرق، بسبب إغلاق أغلب المكتبات في بغداد. فالصحف بعد أصبحت تصل بصعوبة إلى المواطن. يعني كحرية، كحرية صحافة، هناك فرق بين حرية الصحافة وحرية للصحفي. يا ريت تسوي لي في المقارنة. نعم، حرية الصحافة أنه أنت عندك فلوس طلع جريدة واطبع ونزل للسوق. لكن حرية الصحفي وما يتعرض له الصحفيين الآن، الحالة معكوسة. الصحفي يتعرض للقتل، يتعرض للأذى، يتعرض للاعتقال. استمراركم في عمل هو تقدر أن نصفه بمعجزة. يا سيدي، كل العراقيين الآن يعملون بالمعجزة. كل من يمشي في الشارع، كل طالب يذهب إلى مدرسته أو إلى الجامعة، كل موظف يذهب إلى دائرته، كل طبيب يذهب إلى المستشفى، كلهم يعملون بالمعجزة، لأن الموت يلاحقهم في كل لحظة وفي كل مكان.